هيكون معانا من خلال التليفون الكاتبة والسيناريست يسر طاهر، مؤلفة طبعا مسلسل كامل العدد. مسلسل كامل العدد ده اللي أنا ما فوتتش حلقة فيه، مسلسل رائع رائع رائع، جسدت فيه يسر اللي هو الست اللي بتشتغل اللي مطحونة، الراجل اللي الحب والحالات الحلوة فجأة بيتخانقوا ويبعدوا عن بعض فجأة بيقربوا. يعني مسلسل بصراحة يعني احنا كلمنا فيه برضو في حلقة قبل كده. يسر أنا الأول مساء الفل عليكي ومبروك على نجاح المسلسل الجزء الأول. مساء النور، اهلا استاذة ايمان، ازاي حضرتك؟ الجزء الاول والجزء الثاني صح، هو جزئين الجزء الثاني. هما جزئين. مسلسل رائع، وانا قلت والله وانا بتفرج عليه اكيد ست اللي كاتبه الكلام ده، لان انت مجسده قد ايه الست بتشوف البدع في حياتها من حماتها ومن مامتها ومن اخواتها، ولما بتتطلق ولما بيبقى معاها عيال من جوزها الاولاني ولما بتتجوز تاني وممكن جوزها التاني زي ما شفنا كيف المسلسل يبقى معاها عيال برضه. يعني الصراعات اللي بتقابلنا كلنا في الحياة عموما يعني. واحنا في الحياة اتنين ستات، يعني هو ده اللي كاتبين المسلسل ده، انا ومعايا رنا بوريش برضو، فهو مش ست واحدة في الحياة، هما ستتين. عشان كده في تألق جامد في التفاصيل، التفاصيل الصغيرة اللي جوه المسلسل. بالظبط، التفاصيل دي حقيقة. طب احنا النهاردة بنتكلم على النهايات أخلاق. النهايات أخلاق. يعني انا شايفه حاجه، انت شايفه حاجه تانية. انا شايفه ان الست لو طبطبت عليها ممكن ما تطلعش اصلا حتى لو هي شايفه جحيم في حياتها، لكن عموما انا شايفه ان الست لما بتبتدي تطفح تنفجر وتبتدي تكتب بقى حسبي الله ونعم الوكيل وبوستات وانت اذيت عشان حست ان الداس عليها وما خدتش حقوقها، بل بالعكس كل الحلو اللي عملته راح، ولا شايفه ان الذنب من الراجل ولا من الست؟ يعني النهايات ليه دايما ما فيهاش اخلاق؟ ايه سببها؟ يعني في العادي ان اللحظات الانفصال دي فيها لحظات غضب، فصعب جدا انه في وقت الغضب يبقى الناس متحكمه مثلا في ردود افعالها، ان هم يبقوا محافظين على الذوق، على حاجات كتيره قوي في اللحظه بتاعه النهايه. يعني حتى في المسلسل اللي احنا عندنا الجزء في الجزء الاول احنا شايفين دايما، حتى كل الناس بتتكلم عن انه العلاقه كويسه ما بين البطلة اللي هي دينا وطليقها وجوزها الجديد وجوزها القديم، الاثنين اصحاب مع بعض، بس هم مش يعني مش فاكرين ان في اول الحلقات خالص احنا ما شفناهمش في الاول وهما بيتطلقوا، بس احنا شايفين ما بينهم ان في خناق وان هما ما بيتكلموش مع بعض وانه العلاقة بينهم كانت متوترة جدا، لحد لما هي اتجوزت وحصل بقى في علاقة ما بين احمد اللي هو استاذ شريف سلامه ومصطفى درويش الله يرحمه اللي هو شخصيه عمر، ساعتها دول الله يرحمه دلوقتي دول هم ده العلاقه بينهم، هي ابتدت تحسن العلاقه فعليا ما بين عمر وليلى اللي هم كانوا متطلقين، ويعني علاقتهم كانت سيئه جدا في الاول، يعني ما كانتش حتى عايزه تقوله ان هي هتتجوز، وباباها عمال يقول ازاي يا بنتي لازم تقولي له، ولما عرف قال لها طب انا هاخد الاولاد، يعني حصل كل الحاجات اللي هي اللي في العادي بتحصل، اللي مش عادي هو ان العلاقات تبقى كويسه جدا ما بين اتنين خلاص ما حصلش بينهم نصيب، ده الاقل، يعني مش مستحيل موجود بس ده الاقل. بس الحلو في الموضوع ان احنا شفنا ان لما الناس شافت الموضوع ده كله شاف النموذج ده وقال ايه الله، طب ما هو ينفع، طب ما هو حلو، طب ما هو ليه لا. ايوه ان انت اديته نموذج محترم، يعني انا ليه لما اتطلق لازم يبقى في عداوه ما بيني وما بين طليقي، وخصوصا كمان لما يكون في ولاد. بس انا شايفه يا يسر ان القصه دايما بتيجي من عند الراجل، يعني عارفه لو الراجل اتجوز ومبسوط في جوازته والست يعني ما اتجوزتش قبليه بيبقى كويس قوي وبيسال ويدي فلوس ويسال على عياله، لكن لو الست سابته واتجوزت بتبقى حرب اهليه، اللي هو انت ازاي سبتيني وازاي جوزت، طب انا هزلك، طب انا هكسر مناخيرك، طب انا مش هصرف على العيال، طب انا كل ده عشان تحسسه ان هو موجود وليه قيمه. طب ما هو كمل بدايه، يعني انا دايما بحس ان القهر، يعني الراجل لما يحب يقهر الست بيقهرها بالمصاريف وبالعيال وفي الاخر بتبقى حرب، يعني وخصوصا لما في بينهم حواليهم ولاد الحلال، ولاد الحلال اللي ما اكثرهم بقى، اللي هو هي بتعاملك كده ليه، هي كانت تطول اهله بقى، اهلها، صحابهم، يعني ناس كتير قوي بتدخل في القصه. صح، وهو ده سهل، يعني زي ما حضرتك بتقولي كده انه العادي ان ده يحصل، العادي انه ان الناس تزود، ان خلاص احنا
سيبنا بعض، طب تعالى لما اوري لك، او تعالي لما اوري لك علشان تندم عشان تعمل. بس كل المشاعر السلبيه دي وكل الرغبه في الانتقام والرغبه ان حد يضايق الطرف الثاني او انه يزعله او انه يحاربوا بعض بالولاد، كل ده مش مفيد. يعني مش حقيقي. الناس لازم تطلع بره الموضوع كده وتتفرج عليه وتشوف هو انا كده في الحقيقه بعاقب مين. يعني أيوة انا في الحقيقه انا بعاقب ولادي. يعني لو انا في واحده، لو واحد بينه وبين مراته خلاص ما بقاش في نصيب، فهم خلاص سابوا بعض، فهو لما يضايقها بالولاد هو بيضايق ولاده، هي هتتضايق شويه وهتنسى بس الولاد هيفضلوا فاكرين. وهي نفس الحكايه، هي لو بتغلس انه او بتصعب عليه ان هو يشوفهم او بتطلب منه طلبات زياده او بتحاول برضه بتاذي عيالها، لان هو بيكون من الطرفين. هو في الاخر الولاد اللي بيتاذوا. وفي الحقيقه، في الحقيقه ان الطيب احسن. الطيب احسن عامه في كل حاجه. بصي انا ان شاء الله يبقى لينا حلقه وتبقي معايا في الاستوديو، الموضوع ده كبير وعايزين نرغي فيه اكتر واكتر. بشكرك جدا الكاتبه والسيناريست يسري طاهر، نورتيني يا حبيبه قلبي، شكرا ليكي.